السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم حكون على سعر هاتف فيفو في 20. قبل ما نشوف السعر التليفون انا شحال ودي، ما تنساوش تشترك في قناه دوكشا كي ديروا الفيديو بارطاجوا نصحكم في حبيتو. الانستغرام تاعي تخفض في الوصف، حبيت لي ابوني ونبداو. بالنسبه لشكل التليفون هذا هاوليك، وشكل تاع التليفون هذا العفسه اللي عجبتني فيه، شكل تاع الشاشه من القدام ما عجبنيش بزاف، مي شكل من اللور داروا فيه انعكاسات شابه، وشكل الكاميرا يبان مليح. شكل شغل من اللور جاي مليح تاع التليفون هذا. الاول نبدا بالشغل بالعفسه، الشغل اللي ما عجبنيش في التليفون المواصفات تاعو داروهم شويه ضعف مقارنه بتليفونات رخص عليه بواحد 100 دولار. السعر تاعو شويه غالي، وحنا عندنا شغل بدا يتوفر شويه، بصح حتى السعر تاعو مغالي شويه، وزد حنا غالي بواحد المليون زياده. تسمى ما يطول شويه خفض التليفون، على خاطر ماشي راح نشرو بزاف، على خاطر المواصفات تاعو ضعاف مقارنه بزاف تليفونات لي في الفئه تاعو السعريه وارخص منه. بالنسبه للتليفون هذا راهو يدير بسعر 6900 نسخه 8 غرام 122 جيجا، ونورمال يدير 6900، بس ما هو غالي شويه كواحد مليون. سعر التليفون هذا شغل هو غالي بمليون. بالنسبه للمنافسين اللي كاينين، او ينافسوا بزاف تليفونات من سامسونج، وكينقص السعر تاعو يولي يبقى ينافس هذوك التليفونات كيما ال 42 وشويه تليفون هكذا في الفئه هذه، على خاطر الفئه هذه السعريه ما فيهاش بزاف تليفونات. وحتى بدا ينخفضوا شويه ليك التليفونات اللي كانوا يتباعوا بهذا السعر من قبل. وهكذا فيديو اليوم، فيديو خفيف برك على سعر التليفون هذا. شكرا لكم فيديو اليوم فتكم به، كما قلت لكم شكرا لكم دوك شكرا ديروا فيديو بارطاجوا مصاب في حبيت وناس كانوا تاع تصح لي ابوني. كل شكر، حابين نشوف الفيديو الجايه، تلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.